يعني هم طبعا عايزين يلعبوه يوم الاحد. طبعا مسحه المباريات بتبقى قبل المباراه بيوم، يعني هي يوم السبت. هو هيعمل مسحه الجمعه على اساس لو طلعت سلبيه برضه هيعمل يوم السبت مع اللعيبه، دي مسحه المباراه. لكن حقيقة في اتصال شخصي مع الكابتن حازم الحديدي وكيل اعمال محمد الشناوي، اكد لي ان هو لن يشارك في المباراه، لان هم الاهلي خايفين عليه. الشناوي قيمه، وبعدين برضو ما هو اللاعب البديل حارس ممتاز بالظبط، يعني حارس اسمه يا جماعه علي لطفي مصطفى شبير جون كويس، ومصطفى الثالث بتاعهم. فاذا يعني ما انا برضو مش عايز احسس انه علي لطفي للدرجه دي مش مهم، دي برضو عمليه غلط. صح يا كابتن، مش كده برضو؟ صح جدا. بدليل ان الراجل اداله الماتش اللي فات، النصر ماتش ضعيف، ولكن هو كان قبل كده برضو اداله فترة، بس هو واثق فيه بالظبط، لان علي لعب ماتش قبل كده وكان الاهلي مزنوق وعمل ماتش حلو جدا. هو في ماتش عمله مش قوي بتاع المقاولين العرب لو تفتكروا، اللي جاب فيه الجزيري الجون ده ومش عارف طبيعي ايه، اللي هو 3-2 للاهلي ده، لكن طبيعي. عشان الولد ما بيلعبش، ودي مشكله، دي حقيقه. اللاعب اللي ما بيشتركش يا كابتن تامر بتبقى مشكله كبيره طبعا. جدا، وهي المشكله عدم المشاركه، هي مش مشكله لازم اديله من حين لاخر، ارمي له ماتشات. وليه ما يكونش سكة. مولد نجم في ماتش الزمالك ده بالظبط يكسر الدنيا بالظبط، زي عمر صلاح لما لعب ضد الاهلي والزمالك. واعتقد يا كابتن عبد الجليل ان في ثقه افريقيا، ان في ثقه، ان كان في مطالبه ان هم يجيبوا حارس النادي الاهلي في اول الموسم، وهو صمم ان هو عندي ثلاث حراس كويسين، بس هو ده واضح ان هو عنده ثقه في علي لطفي. لازم يجيبوا جون بره، لازم يجيبوا جون ثالث رابع هيبقى اربعه كده، مش مهم، مش كتير. ما اضمنش الشناوي يجري له حاجه زي كده، علي لطفي اهتز، مصطفى شمير ما يقدرش يستحمل يا كابتن الفتره، فلازم برضو واحد تقيل شويه، واحد تقيل طبعا. بس هي المشكله ان التقيل هيجي هيقعد يعمل نفسه، لانه الشناوي هو اللي هيلعب. حلو. الشناوي اتعور، ممكن ياخد بعد الشر يعني. هو كابتن في كاس العالم الشناوي اتعور، وبعديه الشناوي اتعور، الحضري لعب، الحضري لعب طبعا، وما كانش في الحسبان ان هو هيلعب خالص في كاس افريقيا. احنا لازم نبص لقدام يا كابتن. كاس العالم، لا كاس افريقيا، كان احمد الشناوي كاس العالم لا أفريقيا. في امم افريقيا 2017 في الجابون، وفي كاس العالم في روسيا، كاس العالم لما لعبوا الحضري اخر ماتش بتاع السعوديه، منه ما فيش حد منه تاني. انت بتتكلم على الشناوي بتاع بيراميدز، انا بتكلم احمد الشناوي في بطوله افريقيا لما ابتدى، بنتكلم على محمد محمد، بنتكلم على محمد بالظبط. بس خلي بالك انه برضه هو الحضري يعني جامايكا بتشتغل معاه جامد في البطولات دي، فبيلاقي نفسه فجاه هو اللي موجود. هو طبعا كان حارس عظيم يعني، ما يتكررش، فحت في الصخر. فحت في الصخر، لا ما شاء الله، فعشان كده ربنا سخر له الحاجات دي، عشان هو تعب فاداله التكريم ده. صحيح صحيح، هو حاليا في الامارات بياخد الرخصه بيه عشان يدرب، وحاجه جميله جدا والله، ولا محتاج بيه ولا بتاع ده الحضري، معلش بس يعني التعليم عشان يبقى مؤهل وعارف الاحمال والكلام.